الدولة القاجارية. القاجاريون سلالة تركمانية من الشاهات تنحدر من إحدى قبائل القزلباش البدوية، حكمت في بلاد فارس سنوات عديدة، كانت عاصمتهم طهران، وفي عام 1163 استولوا على منطقة أسترعباد شمال شرق إيران، واستطاع قائد القبيلة آغا محمد خان أن يستولي على الحكم في بلاد فارس بعد أن قام بتصفية الخانات الزند في كرمان والأفشريين في مشهد، فتم له توحيد البلاد واتخذ لقب الشاه عام 1210. انهزم ابن أخيه فتح علي شاه أمام القوات الروسية وخسر منطقة القفقاس، ثم دخل البريطانيون في الصراع على بلاد فارس فأصبحت مقسمة بين البريطانيين والروس. في عهد ناصر الدين شاه تولى البريطانيون إدارة اقتصاد البلاد وحصلوا على امتيازات كبيرة وحقوق احتكارية مجحفة، كما واجهت الدولة القاجارية معارضة وثورات أهلية أدت إلى تشتيت مراكز القوى في البلاد، فازداد احتكار البريطانيين للتجارة والاقتصاد، فقامت اضطرابات ودعا البرلمان إلى إصلاحات عاجلة، تم بعدها إقرار دستور يحد من صلاحية الشاه مظفر الدين القاجاري، ثم قامت ثورة شعبية في طهران بسبب دخول القوات الكازاخية الموالية للشاه إلى مبنى البرلمان. في عهد آخر الشاهات القاجار أحمد ميرزا قام الروس والبريطانيون بالاستيلاء على العديد من المناطق في البلاد، وأصبحت بلاد فارس تحت الوصاية البريطانية. وقامت في نفس الفترة عدة ثورات شعبية في الجنوب قادها رجال الدين، وفي الشمال بقيادة ميرزا كوجك خان، ثم قام رئيس الوزراء رضا خان بهلوي بخلع الشاه أحمد ميرزا واتخذ لنفسه لقب الشاه، وبخلع أحمد ميرزا انتهت دولة القاجاريين التي استمرت قرابة 131 عام.